معانا استاذ احمد عبد الرحيم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. معلش انا اسف، انا عايز اعرف على العجاله، انا اسف جدا بس عشان برنامجنا تحت امر سعد، محتاج اعرف اخر المستجدات القانونيه بالنسبه لنا للموقف اللي حصل دلوقتي وحاله المتوفى. هو حضرتك بعد ما الفتره من 9 صباحا ل 11 بالليل مريضه دخلت العمليات، اكيد الشك بيساور اهلها ان مش دي مده اجراء جراحه الزايده الدوديه، فالناس ايقنوا بعد المده ما طالت ان هناك خطر يهدد بنتهم او بداوا يشكوا انها توفت بالفعل. طبعا وطبعا للاسف في العمل بالمستشفى ما كانش عنده حسن اداره للازمه واستدعى الناس يا جماعه في وفاه وتعالوا نتخذوا الاجراءات، لا بداوا يخبوا ويسوفوا لغايه ما حصل اللي حصل وبداوا يطلعوا الجثمان على ترولي من باب الجراج بتاع المستشفى، ما رموش الجثة لكن طلعوها بطريقة ايه، يلا خدوا جثتكم ومشوا من هنا. يعني حضرتك شايف ان هما اللي حصل حصل بالنسبة لهم وعادي جدا، مفيش مشكلة، خلاص بالنسبة لهم الموضوع مش محسوب يعني اصلا، يعني عاوزين اهل المتوفية ياخدوا الجثة وينصرفوا من زايدة بداية يا فندم؟ نعم، من زايدة دودية، من عملية زايدة دودية، خلاص هي اتوفت فخلاص الموضوع انتهى يعني، خلاص هم عاوزين كده يعني إدارة المستشفى. المهم لما النجدة علمت والشرطة وصلت والنيابة العامة، وكيل النيابة أمر بنقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام، تمام، وأمر بنقل الطبيب الشرعي لتشريع الجثة وإعداد تقرير للوقوف على سبب الوفاة بالضبط وبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي أو خلافه. يعني السيد المحافظ اصدر قراره بغلق المستشفى. تمام يا فندم. الو، سامعك يا فندم، سامعك، اتفضل. السيد المحافظ اصدر قرار اداري بغلق طب المستشفى. هو احنا معانا دلوقتي، معانا صوره بغلاق مستشفى، المستشفى دي هو ده حصل فعلا، المستشفى خلاص اغلقت؟ لا، هو حضرتك القرار صدر من المحافظ كرد فعل وانعكاس للي حصل. تمام. طب معلش حضرتك برضو خليك معانا كده واحنا بنتابع برضو، معلش المانشيت طبعا بتاع سياده المحافظ، المحافظ كفر الشيخ الدكتور فيصل الجوده، عايزين برضو نعرف كان دوره ايه في رده على اللي حصل ده، برضو احنا طبعا هنشوف الموضوع ده كمانشيت ان هو نزل في جريده الاهرام، وهنشوف برضو انا مش عارف حضرتك معايا ولا مش معايا يا فندم؟ مع سعادتك يا فندم، مع سعادتك. طيب حضرتك شايف ان الدور القانوني اللي جاي دلوقتي، حضرتك تقدر تاخد حق المتوفيه ازاي باجراءاتك القانونيه الكامله؟ حضرتك النهارده النيابه العامه في السوق ومعاها جهاز الامن كانوا متعاونين جدا في الامر، وتم اجراء تحقيق واستمعت النيابه العامه لاقوال حوالي 32 ممرضه وعامله وعامل من العاملين في المستشفى واخذوا اقوالهم، والنيابة في انتظار ورود تقرير الطب الشرعي اللي هيقف معانا على حقيقة الموقف بالنسبة عما إذا كان هناك إهمال طبي أو خطأ في حق فريق اللي أجرى الجراحة يعني. طب أنا بشكرك جدا يا فندم، إحنا هنتابع مع حضرتك برنامج طلب حضور، هنتابع مع حضرتك الملف ده وإن شاء الله نوصل لحق المتوفية والمذنب هو اللي ياخد حقه. خلينا نقول ما عندنا ملف السويس، واحد معرفش مكذوب، بس هو شاب مش باين خالص ان هو مكذوب، هو ممكن يكون معاق ذهنيا او في مشكله. الولد فاكرين انتوا كده ايام زمان، معرفش ايام والدي ووالدتي وايام الناس دي، كان في زمان كده كان واحد زبق برضو فكره سفاح، ان هو كان بيقعد يشرط رجل السيدات زمان علشان كانوا بيلبسوا ميكروجيب ومنيجيب وهما طالعين في البصر.